السلام عليكم ورحمة الله الإخوة والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديالي ما نورمالمون ما كانش في الحساب، وبالمناسبة كنشكر الأخ عثمان العلوي اللي ذكرني بهذه المسألة هذه اللي كتتعلق بالكارون فرنسا اللي غادي يضمنك من ناحية ديال اللوجمون. دونك اون طون كيتيديون باش تكري في فرنسا قانونيا خصك تجيب ان كارون ويكون ساكن في فرنسا، هكذا كيضمنك اذا سيبوزون ما خلصتيش اللويي ديالك هو اللي كيكون مسؤول عليك. اون طونك ايتيديون ما تقدرش تمشي وتكري بوحديتك في فرنسا قانونيا. ان ايتيديون ما يقدرش يكري بوحديته، خصو ضروري ان كارون. واذا افترضنا بغى يكري بلا كارون طبعا غادي يرفضوا له. اذا شنو خصو يعمل؟ خصو يصيب كارون ساكن في فرنسا هو اللي يضمنه ويتونجاجا مع البروبريتير ديال اللوجمون كوم كوا اذا ليتيديو ما قدرش يخلص الكرا هو اللي غادي يتكلف به. شوفوا دابا لي كونديسيون على الكارون ديال اللوجمون في فرنسا. اول كونديسيون انه خصو يكون كيسكن في فرنسا ماشي في الاتحاد الاوروبي والسلام، خصو يكون كيسكن في فرنسا بالضبط. ثاني كونديسيون انه يكون عنده مدخول شهري، ما كيطلبوش يكون عنده مدخول كبير بزاف ماشي بحال الكارون ديال الفيزا. نعطي فحال مثلا المثال ديالي، اول عام جيت في فرنسا عندي خالتي في باري هي اللي عملت لي كارون ديال اللوجمون. هي عامله اون نوريس، الخلصه ديالها يعني متواضعه جدا ما بين 800 اورو و 900 اورو في الشهر، وانا الوي ديالي كان 200 اورو في الشهر، كنت كاري في شومبو تراديسيونيل وصباس. زعما ما كيطلبوش ان كارون اللي كيتخلص مزيان. دابا نشوفوا لي دوكيمون ديال الكارون اللي خصكم تجيبوا للبروبريتير ديالكم. اول حاجه طبعا هو فوتوكوبي ديال تيتر سيجور ديال الكارون ديالكم، جيستيفيكاتيف دوميسيل دونك الورقه ديال الموضة ولا ديال التليفون، لي 3 ديرني فيش دو باي، لي ديرني غولفي بونكار باش يشوفوا شحال عنده ديال الفلوس في البنكه واش يقدر يتكلف بكم يخلص الكرا ولا لو ديرني افي دامبوزيسيون سور لو ريفوني. هذا كيشوفوا واش مديكلاري الخدمه ديالو ولا كيخدم في النوار، وداك لي فورمولير وداك لي زونغاجمون اللي خصو يسني كوم كوا اذا ما خلصتوش شي شهر هو اللي غادي يتكلف يخلصو. دابا كاين شحال ديال الناس ما عندهمش شي واحد في فرنسا كيعرفوه اللي يقدر يعمل لهم كارون، شنو هو الحل؟ كاين واحد السيرفيس كتبروبوزيه الكروس كيتسمى كوسيون لوكاتيف ايتيديونت. دونك كتخلص 4 ديال الاورو 57 في الشهر وهي كتكلف كتعمل لك كارون ديال اللوجمون. اجي نشوفو دابا فين تقدر تسجل باش تستافد من هاد السيرفيس هذا. دونك باش نتسجلو مع لا كلي غادي نجيو لجوجل وغادي نطابيو كروس كليرمون ولا كروس مدينه ديالك. اذا غادي نمشيو لا باج داكوي ديال كروس وغادي نهبطو وغادي نجيو هاد المره هادي لوكافي. دونك غادي ندخلو لهاد لين هذا عطانا هاد لا باج هادي، غادي نجيو كوسيون كلي هنايا في المنيو، ومن بعد ديك الساعات غادي نجيو وزيد ايتيديون. دونك هنا كيشرح لك كاع لي كونديسيون. دونك خصو يكون عندك واحد المدخول طبعا كل شهر، دبر راسك سواء صحابك سواء العائله ديالك سواء ما كيهمهمش، ولكن يكون عندك مدخول ماشي تجي لهم هكذاك ما عندك والو. طبعا كتقلب على سكنه في فرنسا، يكون عندك اقل من 28 سنه. دونك الناس اللي عندهم اكثر من 28 سنه ما عندهمش الحق يستافدوا من هذا السيرفيس هذا. بون تقدروا تقراو هادشي اون ديتاي من بعد. بور لي بلوز اجي ديال من 28 سنه يقراو هادشي بالديتاي. دونك لا بروسيدور من بعد اذا كنتي كتوفر على الشروط غادي يجيبوك لهاد السيتات. دونك هذا كنا شفناه حتى هو اخر مره وكان خصكم تسجلوا فيه هنا، قلنا تعملوا انسكريبسيون. دابا انا ديجا عندي الكونت ديالي معاهم، غادي نعمل ديريكتومون كونيكسيون. دونك نورمالمون نتوما تدخلوا لي كوردين ديالكم هنا. دابا ملي كنعمل كونيكسيون كنجي نكلي
بون دابا هادشي اون فوا كتسجل مع لا كلي والى اخره، اذا كيطلبوا منك. دابا انا مسجل معهم هذا العام هذا لانه من اللي عملتهم كارون هذا العام هذا. نورمالمون هنايا ما كيكونش عندكم هادشي، كتصيب هنايا بزاف ديال لي شون اللي خصكم تعمروا فيهم، اسمكم والاصل ديالكم وفاش خلقتوا الى اخره، تيتر سيجور داكشي كامل. وكيطلبوا منكم وكتخصكم تسكانيو كاع لي دوكيمون ديالكم، تيتر سيجور، الباسبور، لي غولفي بونكيغ ديال لي 3 ديرني موا، دونك بالنسبه للناس اللي عملوا رونوفلومون، او لا سينو شي حاجه اللي كتجستيفي لي ريسورس ديالكم. كتبعوا لي زيتاب زعما ساهلين، كتكيو على فاليدي، ومن بعد هما كيدرسوا لك الدوسي ديالهم، كتبقى ماشي هاد الخطوات هادو كاملين. حتى الاخر فوالا خصك تدخل هاد المعلومات. دابا انا صافي ديجا الدوسي ديالي تقبل ديجا دوزت العام دابا معاهم. اذا وكيقطعوا لك كل شهر، كيقطعوا لك 4 اورو فاصله 57 تقريبا، باش زعما مقابل هاد السيرفيس هذا اللي كيعادلو لكم. دونك الفيديو ديال اليوم تسالا، نتمنى نكون فيدتكم فيه وتكون صيبتو اجوبه للاسئله اللي كانت كدور في البال ديالكم. دونك الكونتاكت ديالي هو هذا، اذا كانت عندكم شي اسئله، اذا كانت عندكم شي حاجات ما هضرتش عليها بحال اللي عمل الاخ عثمان العلوي الله يجازيه بخير، هضر لي على الكارون اللي هي نقطه مهمه واللي نسيت ما هضرتش عليها في الفيديو ديال الكروس ولاكا. الفيديو اللي ما جاي كما قلت في الفيديو على لي بونك في فرنسا، غادي نهضر على لي زابومون ديال التليفون اللي تقدروا تعملوهم. اذا غادي تسمحوا لي في هذا الفيديو هذا غادي نزيد هاد لابارتي هادي ما عندها علاقه مع الموضوع ديال الفيديو، هي غير واحد الملاحظه صغيره مني شفت لي ديتاي ديال لاشين، سيبت ديوري فيزيوناج مويان هي 3 دقائق و9 ديال الثواني. نورمالمون لي فيديو في فلاشين كيمتدوا من 10 دقائق ل 15 دقائق، دونك بغيت نعرف غير الاسباب اللي كتخليكم ما تكملوش الفيديو. يعني حنا هنايا باش كلشي يستافد كنتسنى لي ركول ديالكم، كسوسوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، والله ييسر الجميع والله يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.